السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سيرشاكي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل ريليشن ما بين يعني ايه الديفرنت سورسز، او اللي هي اختلاف انواع البيانات اللي انت جايبها. يعني مثلا جايب مثلا كذا بيانات مثلا او كذا داتا من سيرفر او سيكوال سيرفر او وشوية كمان من جوجل شيت. فانا اغلبيه الشغل انا شغاله دلوقتي من جوجل شيت، ودي الداتا اللي انا شغال عليها. وانا عايز دلوقتي اعمل ريليشن، يعني بحيث ان انا عندي دلوقتي ثلاث جداول او ثلاث 3 ديفرنت سورسز، اللي هي يعني ثلاث انواع شيتات او ثلاث انواع مصادر من المعلومات، وعايز ان انا اربطهم ببعض. فهنيجي نعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اربط ده بده بده، فهنشوف الحاجات اللي هي شبه بعض. يعني مثلا نشوف انا مثلا عندي الشوب نيم ده مثلا، وفي هنا اكيد في هنا حاجه اسمها شوب نيم. يعني لو نزلت كده مثلا حاجه اسمها اسم الفرع مثلا، الفرع صادر منه، لو جيت دي مع دي ها هيطلع لي بيقول لي ان الحاجات دي ميني تو ميني، ان انت ان الريليشن دي ميني تو ميني. ميني تو ميني اللي هو ايه؟ كذا فرع يقدر يعمل هنا وكذا فرع يقدر يعمل هنا، يعني مش وان تو ميني. وندوس اوكي تمام. فكده ربطت الشيت ده بالشيت ده، اهو اهو كده ربطته بده بده، خلاص كده كده اتربطوا. اللي هي ريليشن اسمها ميني تو ميني، ودي ما بتبقاش محبذه، بس انا جايب اكتر من شيتات شغاله، فانا بحب ان انا اربطهم ببعض. وفي هنا مثلا عايز اربط ده بقى بده، فهنا هنيجي نبص مثلا نلاقي في حاجة اسمها مثلا اللي انا بدور عليه اسمه شوب لسه company customer department item price source. بس كده هما كده. بس انا كان في هنا حاجه تخص الفرع. طب لحظه، في حاجه او ستور نيم هنربطه، ممكن نربطه مثلا بالشيت ده. مثلا نجيب ستور نيم بالفرع الصادر منه ونربطه بالستور نيم. استنى كده شويه، برضو قال لك ميني تو ميني، بس كده. وكده بقى عندك الثلاث شيتات دولت. ثواني نصغر دي كده شويه، نصغر دي كده شويه ونرفع دي كده فوق، نخلي دي كده برضو نصغرها كده شويه، بس كده. وبقى عندك اهو ثلاث شيتات مرتبطين ببعض، بحيث انت لما تيجي تعمل تربطهم او تعمل اي حاجه تربطهم ببعض يكونوا موجودين، تقدر بقى تشتغل عليهم من الشيت هنا. بس كده يا شباب، ده الريليشن ما بين ال different sources او ال المصادر المختلفه، ان انت عايز تربطهم ببعض طبعا. وطبعا بقى لما تيجي تربطهم بسيكوال سيرفر او باكسل هيبقى الموضوع اسهل، وموضوع هيبقى لو بسيكوال سيرفر هتلاقي الموضوع 1 تو ميني، اغلبيتها 1 تو 1 الحاجات دي. لكن ميني تو ميني اللي هي الريليشن دي اسمها ميني تو ميني، اللي هي علامه النجمه دي وعلامه النجمه دي، ان هو اكتر ان هنا اكتر من فرع يقدر يعمل اكتر من تيكت سيستم، واكتر من تيكت من فرع في التيكت سيستم يقدر يعمل اكتر من حركه نقل. بس كده، فشكرا جدا ليكم يا جماعه، وكان معكم محمد حسين من قناه سيرشاجي، وما تنساش تشترك في القناه. شكرا جدا ليكم، مع السلامه.